السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأرجو الاشتراك في القناة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الفنان المصري الكبير سمير صبري بأحد فنادق القاهرة. توفى منذ قليل الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع كبير مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما داخل أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى بشكل مفاجئ ظهر اليوم الجمعة. وكان الفنان المصري يقيم داخل الفندق بعد خروجه من المستشفى في ظل تلقيه للعلاج واحتياجه لإجراء جراحة كبرى في القلب. وأن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين أكد أنهم متوجهون إلى الفندق الذي كان يقيم فيه الفقيد الراحل من أجل مرافقة الجثمان، ولم يتحدد حتى الآن موعد الجنازة. الله يرحمه ويدخله فسيح جناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.